حبيبي برج الميزان أراك تعمل كالنملة. نعم، هناك الكثير من الحركة، أنت تعمل مثل النملة وتجتهد باستمرار يوميا. أنت شخص نبيل، أنت شخص حكيم كريم. بفضل عملك واجتهادك الله سيكافئك طوال حياتك، ماشي غير هذا الشهر بل طوال حياتك إن شاء الله. أرى يعني رزق واسع، رزق واسع فيما يخص خاصة الحب، ليس فقط ما هو مادي بل كذلك الحب. واخا دابا غادي نشرح لكم. واو شنو هاد الشيء، الله ما شاء الله، الله على قراءة عزيزي برج الميزان، ما شاء الله 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 الله. أنا فرحانة فرحانة بزاف، كارطات قوية 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 بزاف. لا أدري إذا كانت ستكون هذه المرة يعني ستفوق قراءة الجوزاء والعذراء والأسد والحمل، لأنها كانت قراءة رائعة. لكن عزيزي برج الميزان أراك تري تري فو، أنت قوي جدا هذا الشهر واخا، وأنت تعمل كثيرا كما قلت، والله سيكافئك على هذا الاجتهاد. لكن سأركز فيما هو عاطفي. أنا أرى كذلك أن هناك خير وبركة ورزق وخاء، وهذه مكافآت سماوية. لكن فيما يخص الحب، أرى حبيبي أنت أعطيت لهذا الحبيب الذي تسأل عنه، أعطيته قلبك، أعطيته الحب، أعطيته الهناء، يعني كنت العطاء 100% أو 1000000%، أعطيته السعادة، أعطيته الشغف والنار وروحك وقلبك وكل شيء، يعني أجمل ما فيك أعطيته لهذا الحبيب. لكن ماذا فعل هذا الحبيب؟ لم يتحرك. هذا الحبيب جعلك تعاني، أرى معاناة وخا، هذا الحبيب جعلك تعاني رغم أن هناك واحد الجاذبية مغناطيسية وقوية جدا. هذا الحبيب ما عندوش ثقة بالنفس، أرى الكثير من الحزن والمعاناة. لكن ما تظهره للخارج هو هذا القوة. هناك أنت قوي، الآن أنت قوي، أنت كنت ضعيف مع هذا الحبيب لكثرة حبك، كنت ضعيف بزاف، هو كان يسيطر على كل شيء في حياتك هذا الحبيب. لكن كيف يراك هذا الحبيب؟ هذا الحبيب يراك ستابل، يعني مستقر، مستقر للغاية، تعيش حياتك، لا تبحث عنه، لا تكتب له، تركز في حياتك. واخا كيف يراك؟ يعني شوفوا الأمبراطورة ماشي، يعني أنت قوي جدا جدا وتصر الكارت، أنت قوية هذا الشهر. طاقتك هي أنك تسيطرين أخيرا أخيرا على حياتك، وأنت قوية، أنت أمبراطورة. كيف يراك الحبيب؟ يراك جالسة في عرشك جميلة، وخو يصعب الوصول إليك الآن. غادي نهضر، هذا الحبيب قد يكون أسد، قد يكون أسد، هناك الكثير من الطاقات النارية، قد يكون هذا الحبيب أسد، لأن هذا الكارت هي الأسد، طاقة الأسد، وخاف قد الأسد. لكن الطاقات التي أراها هي طاقة يعني طاقة المهيمنة، قد يكون هذا الحبيب أسد، لكن أرى طاقة نارية، يعني أسد حمل وقوس كذلك، المهيمنة هي النارية وكذلك التي وكذلك المائية، عقرب سرطان وحوت، هذه هي الطاقات التي أراها، وكذلك ترابية. المهيمنة هي النارية وقد يكون أسد، لأن بدينا بأنه عودة الأسد وخا، وهذا هذا كارتك أنت وهذا حبيبك، يعني هذه لا جوستيس، يعني
العدلة هي كارت برج الميزان، وهذه كارت برج الأسد، لذلك أنت هذا وهذا هو قد يكون حبيبك هو الأسد. سبحان الله، قد يكون حبيبك، يعني الأغلبية حبيبك هو أسد، وأرى كذلك طاقات نارية أخرى مثل الحمل والقوس، وكذلك ماء عقرب سرطان أحد وترابية كذلك. واخا نواصل. هذا الحبيب يراك، قلنا قوي، لا تبحث عنه، لا يعني صافي، يعني تغيير، انت تغيرت كثيرا، وهذا الحبيب أرى الكثير من الحركة. هذا الحبيب يشتاق إليك بزاف. هذا الحبيب الآن هو من يعاني. هذا الحبيب يبكي، نعم يبكي، هذا الحبيب يبكي، وأنت هذا الحبيب سيعود، لكن أنت لن ترضى، لن تسهل عليه الأمور. واخا خليوني، راني خربقت كل الكارت لأني فرحت بزاف، لأنها كارتات واضحة. أنا أحب عندما تكون هذه الكارتات واضحة، يعني أن طاقتكم تصلني وأرى الأشياء بوضوح. واخا بلاتي خليوني نرتاح، لأني عجبتني بزاف القراءة. برافو برافو عزيزي برج الميزان، أراك منور هذا الشهر، طاقتك جميلة بزاف. الحبيب يريد التقدم، يريد الحركة، لأنه فقد كل شيء. هذا الحبيب قلت أنه حزين بزاف، حزين وندمان بزاف ونادم، لا يمكنه إخراجك من عقله. هذا الحبيب كل ما يفكر هو أنه يريد أن يعني خرجت لي كل، وهناك واحد الجاذبية، يا الله، واحد الجاذبية مغناطيسية مع هذا الحبيب. هذا الحبيب يعاني، صدقيني صدقيني، أنت تعذبينه لأنك تغيرتي، انسحبتي، لا تكتبين، لا تتكلمين، حتى ربما لا تنظرين حتى لوجهه، رغم أني أرى أنك تحبين وأنت تعانين بسبب هذا الحب، لكن قوتك جعلتك تسيطر على هذه المشاعر، وهذا جيد لك، لأن هذا الحبيب سيتصرف أخيرا، سيقدرك، لأنه لم يقدرك في البداية، لأنك أنت كنت العطاء الكامل، وهو كان كسول، كان يعني بحل يعني بحل الملك، وخاصة الأسد. لا تزعلوا مني، ما تغضبوش مني الأسود. الأسد يعني يحب أن يهيبون له كل شيء، ويضعون له كل شيء في الصحون، كل شيء جاهز. وإذا كان هذا حبيبك، هذا ما تقوله القراءة، هذا أنت وهذا حبيبك الأسد، رغم أن هناك طاقة أخرى، ويعني هو هذا إذا كان حبيبك الأسد، فهو يعني دللتيه أكثر من اللازم. نواصل. نعم، كنت أقول أن هذا الحبيب يعني كان متعود على أن تعطي له كل شيء جاهز. واخا نعم يا سيدي، وكل ما يقوله نعم يا سيدي وترضيه. ودابا أنت تغيرت تغيير يعني عنيف، وهو الآن متوتر، يخاف، وهو يعاني وفي حزن كبير. واخا التي أرى أن يعني قراءة جميلة بزاف، وكانت توتر، لكن إهدائي يا إيمان. هذا الحبيب يريد التقدم، واخا لأنه فقد كل شيء، وكل شيء هو أنت، هو نادم بزاف، ولا يمكنه يعني هو يفكر فيك بزاف، لأنه سيطر كثيرا على المشاعر، وترك هذا الكنز الجميل مخفي تحت الأرض، وهذا الكنز هو أنت، وأنت أنت يعني قمت من تحت الرمل، قمت يعني أنت قوي جدا، أراك قوي قوي جدا حبيبتي، أراك قوية وجميلة، وسبحان الله، لا أدري من أين جاءتك هذه القوة، ربما من المعاناة ومن هذا الحب. واخا نواصل. هذا الحبيب يريد أن تسامحيه، سيأتي كما لو لم يحدث شيء، اي شيء، يعني غادي يجي لك كالم، يعني ترونكيل، بحال الا ما دار والو، يعني لا ينفسكي، يعني سياتي كما يعني هكذا كما، لكن سياتي قريبا، لاني ارى الكثير من الحركه في هذه القراءه. واخا لن يكون بطيء، لانه خائف ومتوتر بزاف،
متوتر من هذا التغيير ويخاف. لماذا؟ وحبيبتي يحبك مسكين، يحبك، هذا حب حقيقي، حب كبير، حب حقيقي، واخا حب قوي جدا. وهنا واحد الجد ويشتاق اليك، يشتاق اليك كثيرا ويتمناك، لديه واحد الرغبة قوية قوية شيطانية، تفهمونني لأن أتكلم مع الكبار. عندما أقول أتكلم مع الكبار أنتم تفهمونني، وخلا أحب أن أكون يعني هكا يعني أن أتكلم، مهم تفهمونني، أنتم تفهمونني. هذا حبيبتي، هذا الحبيب نار، تفهمون نار، لكن كذلك هو خائف. أنا أتكلم يعني من ناحية الروحية وكذلك يعني الرغبات وهذه الأشياء، طبعا هذا شيء عادي. واخا هذا الحبيب قلت أنه خائف، متوتر بزاف، خائف من ردة فعلك، لذلك هو سيأتي بحال لما ما يعني كما لو لم يحصل أي شيء، بحال لما دار والو كوم سي لا ريان في، غادي سيأتي يعني بطريقة هكا صبيانية، لي لأنه يخاف من ردة فعلك، ويعرف أنه جرحك، ويعرف أنك غاضب كثيرا. واخا يعني هاد القراءة مضحكة، لأن أحيانا لا إله إلا الله الإنسان يعني لا يقدر ما لديه حتى يفقده، وبعد فقدانه لا يعرف كيف يتصرف، ويبدأ بالتصرفات الصبيانية والتوتر يعني الارتباك، ومسكين مسكين. أنا يعني أعطف على هذا الحبيب مسكين. لماذا؟ لأنه يحبك حبيبتي، يحبك، وهناك جاذبية مغناطيسية نارية غير عادية، واخا هناك جاذبية ويحبك كثيرا. واخا كما قلت حبيبتي أنت قوية، أنت جالسة وتتكرر هذا الكارد، أنت في عرشك كالملكة كالأمبراطورة جالسة، أنت ترين كل شيء وضوح الشمس، ولا تفقدين الأمل رغم أنك ما زلت تحبي هذا الحبيب، لا تفقدين الأمل، يعني هدف ورد عباد الشمس في يدك، لأنك لا تفقدين الأمل، واخا لا تفقد الأمل. هذا الحبيب سيأتي، هذا الحبيب سيأتي، أنا قراءة جميلة بزاف بزاف، هذا الحبيب سيأتي، لكن أرى أنه يعني شوية متكبر، إذا كان هو أسدي فشوية متكبر، وينتظر أن يعني أن تتحركي أنت، أن تعطي له إشارة أنت. لماذا؟ لأنه يعني هو تعود وتسانس على هذا الفشوش، يعني دللته أكثر من اللازم، هو متعود وقلت ذلك. واخا ينتظر أن تأتي أنت من جديد كما العادة، مي سيت فواسي سي ديفيرون، يعني هذه المرة الأشياء مختلفة، أنت من انسحب، أنت من رحلت، أنت من تنتظر أن يتحرك. لا نعم، لأنك الآن أنت تقدر نفسك، لأنك أنت كنت العطاء، يعني كنت بحر الشمس، الشمس لا تنتظر مسكينة أي شيء منا، فقط تعطي لنا نورها وكل يعني وكل الضوء والنور وكل يعني ما نحتاجه من الشمس، ولا تنتظر منا أي شيء، لكن الآن أنت تريد أن يتحرك، تريد أن تعرف هل يحبك حقا. طبعا يحبك حبيبتي، كوني على يقين أن هذا الحبيب يحبه ويخاف من أن يفقدك للأبد، هو متوتر بزاف، متوتر بزاف جدا، ويحتاج إليك ويشتاق إليك بزاف بزاف، يحتاج إليك صدقيني، على الأقل على ما تقوله القرض. وهذا الحبيب سيتصل، هذا الحبيب سيتصل، أخبار كلام سيتصل أو سيكتب، سيتصل وسيعود. لماذا؟ لأنك الآن أنت صعب، يعني هنا تغيير عجيب عزيزي برج الميزان. شوف خلطك الكارت من فرحتي، هذا الحبيب سيتصرف كالمجنون، سيأتي كالمجنون، الآن لم يعد يسيطر على أفكاره وعلى حبه، واخا لا كان يسيطر، يعني كان فقط يفكر، لكن الآن سيتصرف كالمجنون. لماذا؟ لأنه يحبك، هناك حب قوي، ويراك أنت الآن يعني تغيرت بزاف بفضل يعني هذا التغيير، الحبيب كذلك سيتغير، واخا رغم أني يعني أرى يعني معاناة في الماضي،
هذا الآن سيقدرك وسيصلح الأمور، لأنه يعني هو من يعني من سبب هذه المعاناة، سيفعل كل ما بوسعه. واخا هنا بداية جميلة، شوفوا بداية جميلة، هذا الحبيب يشتاق إليك كثيرا، هناك بداية جميلة، أنتم ستبدأون حياة جديدة من جديد. واخا هذه الكارت الأخيرة، هناك تغيير والحياة، أنتم ستمشون في طريق جديد. واخا هذه كارت العربة، يعني ستمشون بجوج بكم، بجوج بكم في طريق واحد في الأخير. هذا الحبيب كما قلت يريد أن تعود وسيعود لحياتك، هذا ما تقوله الكارت الأخير هو العودة بدون نقاش وبداية جديدة. لماذا؟ لأن هناك حب وجاذبية قوية بزاف، جاذبية قوية مغناطيسية. واخا ويعاني، لماذا؟ لأنك تلمع كالشمس، لأنك قوي، لا أدري من أين جاءتك هذه القوة، لكن أنت تلمع كالشمس، وهو يعيش في الظلام ويقول لنفسه الآن ماذا فعلت، ماذا فعلت. واخا هو في الأول كان جالس، واخا جالس لا يتحرك، لكن في الأخير هو سيتحرك كالمجنون. أخا هذه كارت بطيئة لكن كانت في الماضي، لكن الآن هو سيتحرك لأنه خائف. هذه كارت السرعة، يعني سيأتي قريبا قريبا، سيأتي لحياتي. هذا الآن يعيش كارما قاسي بسبب ما فعله في الماضي، ويشتاق إليك، أعيد، ويشتاق إليك روحيا جسديا، يعني يشتاق إليك كلك. أخا هناك يعني الطاقة النارية بزاف، هناك يعني تتهمون، هو يفكر لا أريد أن أفقدها، يا الله ماذا فعلت، هو ندمان بزاف بزاف، ويحبك، ويحبك حبيبتي، يحبك صدقيني. أنا يعني أعطف على هذا الحبيب لأنه الآن هو يعيش كارما قاسي، و شوفوا كارتتي يعني قوية بزاف خرجت لينا في قراءة عزيزي برج الميزان. أرى الكثير من القوة، أرى أنت قوي وتسيطر وملكة في عرشك، وهذا الحبيب يعني لقنته درسا وهو نادم مسكين. أعطفي عليه أرجوك، أو أعطف عليها فهي تحبه رغم الأخطاء، كلنا يعني هذا شيء عادي، واخا كلنا يعني نخطئ في الحياة، لكن ما دام هناك حب يجب أن نسامح أرجوكم. وهنا بدايات جميلة، هناك حياة جميلة مع هذا الحبيب، وهو بداية جميلة وسعيدة. وخا هذه الكارت الأخيرة، وخا يشتاق إليك ويحبك، وهناك جاذبية قوية 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 بزاف، نارية. كان تصرفك حكيم وذكي، وبفضل هذا رغم المعاناة، لأني رأيت يعني معاناة، يعني بكيت وهو لكن هو كذلك، أنت بكيتي وهو في الأخير كذلك، يعني كل ما عانيته أنت في الماضي انقلبت الأدوار وهو كذلك بكى. واخا كانت قراءة جميلة جميلة بزاف، فرحانة بزاف، أنت لقدت درس لهذا الحبيب، لنرى هي هذه كانت قراءة زوينة، عجبتني بزاف، جميلة بزاف، لأني أراك أنت قوي بزاف عزيز الميزان، والآن أنت في توازن بفضل يعني برجك هو التوازن، وسبحان الله. يعني هذه كانت قراءة لعزيز برج الميزان، كما لو أني يعني بحالي لحضرتها، شفتوني كنخلط الكارت وشفتو، سبحان الله. هذا الحبيب أنت قد إذا كنت ميزان، هذا الحبيب أسد يعني للأغلبية، لكن هناك طاقة أخرى، سبحان الله، أنا أخاف أحيانا من نفسي، سبحان الله. المهم لنواصل، لنواصل، يعني يعود التوازن لحياتك وكل شيء سيكون سعيد. المهم بلاتي، كانت قراءة غزالة، عجبتني بزاف، غزالة غزالة، سي تخي يعني زوينة بزاف، سي تخي بيزار مي تخي تخي جول. العالم كان سيكون مملا جدا لو كنا كلنا متشابهين. احتفل بشخصيتك
الوحيدة يعني فريدة بشخصيتك الفريدة. tu es très spécial. أنت مميز ومحبوب. الله شفتي شفتي يعني أنت مميز بزاف. الصداقة الأسرة أو العائلة والحب هي هدايا غالية لا تفقد يعني لا يعني يجب أن تقدر ما هو أساسي وما هو مهم في حياتك. وأخيراً